شكرا علي الهاملي على هذه الجولة المميزة اليوم واللي تعرفنا من خلالها على بعض دور النشر المشاركة والأجنحة كذلك المشاركة هنا في هذه الدورة الاستثنائية النسخة 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب. مشاهدينا ما زلنا مستمرين متواصلين معكم، وضيفنا اليوم في صباح الشارقة هو شاعر وإعلامي متميز في الحقيقة، حاز على العديد والكثير من الجوائز، مهتم بأدب الطفل وكذلك مهتم بالشعر بشكل كبير، ولديه الكثير والعديد من المجموعات الشعرية التي وصلت إلى يعني مجموعة كبيرة في الحقيقة من محبي الشعر والقراء ومحبي كذلك الكلمة. مشاهدين يسعدنا أن نستضيف معكم في الاستوديو ونرحب معكم بالشاعر والمدرب الإبداعي قاسم سعودي. يا هلا ويا مرحبا بك ويسعد صباحك. صباحكم الله بالخير، والله يحفظكم دائما ويحفظ الشارقة. الله يسعد. طبعا كشاعر وإعلامي اليوم وكذلك تحرص على المشاركة سنويا في معرض الشارقة الدولي للكتاب، انطباعك عن هذه الدورة الاستثنائية؟ يعني هذه الدورة كانت امتداد ل39 دورة أخرى. أنا أتحدث عن الشعار، شعار الدورة الماضية كان العالم يقرأ من الشارقة ويحب وينطلق ويثابر. هذه الدورة هنا لك كتاب، أنا أقول هنا لك كتاب وأكثر وأكثر من كتاب، لأن الكتاب ليس الذي يوجد على الأرفف، الكتاب نحن. نحن الآن الذين نتجول، الأطفال الذين هم الكتاب. الكتاب هو روح الشارقة، لذلك دائما تحتفي الشارقة بأربع حروف: كاف تاء ألف باء، الكتاب. أستاذ ما شاء الله، يعني اليوم نرى اسمك ما بين كتب الأطفال والمجاميع الشعرية، يعني كل إنسان له ميول خاص، أين تجد ميولك ما بين هذه المؤلفات؟ والله هو لكل إنسان رئتين، أنا يعني ربما أكثر من رئة، لأن هذا الهواء الذي يعني يمنحني إياه الكتابة وتمنحني إياه الكتابة هو هواء نقي، يجعلني حقيقيا على الأقل، يجعلني طيبا، هذا فعل الكتابة الإنساني. وبالتأكيد أنا أذهب إلى أدب الطفل أكثر، لأن مثل ما قلت لك إنه الطفل هو روح العالم. صحيح. عندما نؤسس أو عندما نلامس أو نحشق أو نحب هذا الطفل ونعبد له مضمارا جميلا من التنوير والتسامح والمحبة والقيم الإنسانية والتربوية، بالتأكيد نحن ننتصر بالطفل وبالكتاب ننتصر. نعم، بما أنك سلطت الضوء وتحدثت عن الطفل وأدب الطفل، نريد أن نعرف الجمهور ونتعرف كذلك على الإصدارات الجديدة في مجال أدب الطفل وكذلك محتوى هذه الإصدارات. لدينا نحن في منشورات مصابيح لكتاب الطفل في العاصمة العراقية بغداد، طائر مصابيح طارة، طائر الحكايات من بغداد إلى الشارقة، محمل بما يقارب 35 عنوان. لدينا 5 عناوين جديدة: قلب السمكة، وهو قصة كتبتها أنا تحكي عن طفلة لديها فتحة في القلب. وعندنا أيضا مخبأ الأحلام، عن طفلة تميل إلى الفردية والعزلة في البيت، لذلك تصنع خيمة صغيرة داخل غرفتها. وأيضا لدينا قصة قلب واحد يكفي، وقد تكون قصة مبتكرة وهي عن توأم متلاصق، جسد واحد ورأسين. فنحن دائما في منشورات المصابيح نحاول أن نلامس الحالات الشعورية. نعم. والإنسانية والوجدانية في بيئة الطفل. نعم. لا نقدم له قيما، الكثير يقدمون قيما، نحن نريد أن نلامس مشاعر الأطفال المرضى. نعم. فعسى ولعل أن ننجح، وإذا لم ننجح فهي خطوة إلى يعني على الأقل نعتني أكثر أو نقلل المسافة. نعم. بين الأم وطفلها المريض، بين الأب وطفله المريض، بين المجتمع والأطفال المرضى، وهكذا. جميل، يعني خط مميز الصراحة أستاذ. الله يخليك. وفي من الإنسانية شيء الكبير، وهذا الشيء اليوم مطلوب يعني في التعامل مع الأطفال، خصوصا أنت قاعد تتطرق أستاذ لمشاكل تصيب طفل، هذا الطفل البريء اللي تقول يعني تحن وتعطف عليه يعني. صح. فاليوم جميلة هذه الكتب الموجهة والإصدارات الموجهة، وأيضا ممكن اليوم الأم تتعلم من هذه في التعامل مع الطفل، خصوصا إذا ما عولجت أو كتبت بأسلوب
في بعض النصوص العلمية اللي ممكن تسهل كذلك طريقة التعامل. فهذا الشيء وهذا النهج جدا جميل ورائع. أيضا في إصدارين مصباح مغلق وما لم يره الراكض، كلمنا عنهم شوية. هاي يعني من بدايات كتب الشعرية، وأنا سعيد أنه وقعتها هنا لأني كنت مقيم هنا في الشارقة، فوقعت الإصدارين هنا، مصباح مغلق عام 2011 وما لم يره الراكض عام 2012. مصباح مغلق هو محاولة لإنارة على الأقل ضوء الروح، ومن ثم إنارة ضوء العائلة وهكذا، ضوء البيت، ضوء المجتمع، من خلال نص شعري أو من خلال جملة شعرية أو من خلال هدف شعري معين. نعم. أنا أؤمن بأن ربما عندما يستمع أحد ما إلى نص شعري جيد على الأقل، أحياناً ربما يعتذر إذا أخطأ في حق زوجته مثلاً، أو في أمه أو أبوه لا سامح الله، أو في حق طفل ما. إذن وظيفة الشعر هي وظيفة جمالية إنسانية أكثر مما هي يعني وظيفة تكميلية يعني. وأيضا ما لم يره الراكض هي مجموعة شعرية، نحن نركض دائما أيها الأصدقاء، وأحيانا نركض وننسى يعني الناس الذين نراهم هنا وهناك، فهو يعني نوع من المحطات الإنسانية لطفولتي وشبابي وكذا في العراق، والله يسهل الأمور إن شاء الله. آمين. هذا بالنسبة للشعر. برجع أتكلم عن الأطفال وأدب الطفل، تقدم ورش الكتابة للأطفال، صحيح؟ نعم. حدثنا عن هذه التجربة. هذه هي الورش بصراحة كانت مغامرة مجنونة يعني، أنا أطلقتها في بغداد في مارس 2016 بعنوان جميل اسمه تعال نكتب في بغداد. نعم. أعلم الأطفال في المدارس الابتدائية الحكومية والأهلية، والحمد لله أنتجنا نصوص هائلة وأصدرنا كتاب ووزع بالمجان، ثم قفزت من بغداد طار الطائر هذا إلى مسقط وعملنا تعال نكتب في مسقط، وأيضا عاد إلى الشارقة وعملنا تعال نكتب في الشارقة، وآخر محطة وعش جميل لهذه المشاريع كان روح الحكاية في يوم الراوي ضمن فعاليات معهد الشارقة للتراث. دائما أنا أحرص دائما على أن أعلم الطفل شيئا من الكتابة، وهو بصراحة هو الذي يعلمني. جميع الأطفال الذين دربتهم هم علموني الكثير، فخرجت الكثير من النصوص الإنسانية والجمالية التي أتمنى أن ترى النور ونراها السنة القادمة هنا في معرض الشارقة الدولي للكتاب. إن شاء الله يا رب. ومو بغريب يعني أستاذ على مبدعين مثقفي العراق، ما شاء الله المواضيع واختيارهم للمواضيع وحب المشاركة والعطاء المستمر كما عودتنا، يعني العراق هي كنز ثقافي، وما شاء الله المكتبات التاريخية والكتب التي يعني استفاد منها الكثير في حياته، الكثير من ما شاء الله الكتب والقصص والمواعظ أتتنا من العراق، فهذا يعني مو غريب أصلاً على العراق ومثقفي العراق. الزرافة التي تعشق الطيران، هذا الكتاب صادر عن دار أشجار الإماراتية وكان ضمن طبعاً المنهج الدراسي، كلمنا عنه بشكل أكثر. والله طبعاً أنا سعيد أني أصدرت هذا الكتاب ضمن دار إماراتية متميزة، دار أشجار. الزرافة التي تعشق الطيران هي عبارة عن سمع يعني سبع قصص للأطفال للفئة العمرية من 6 إلى 11 تقريبا. أنا سعيد بأنه هاي النصوص اختيرت ضمن المنهج الدراسي ضمن مبادرة وزارة التربية الإماراتية أظن عام 2016 و17 18 استمرت. نعم. وطبعت في المنهج. قبيل أيام أو شهر كنت أعطي ورشة، فجأة قفز طالب قال الله أستاذ هاي القصة أنت كاتبها، إذا الموجودة في المنهج. والله كنت سعيد جدا يعني، يعني صار وسيلة التعارف بيني وبين الطالب هذه القصة أو هذه الحكاية. نعم. إذن الحكايات تجمعنا دائما. نعم. الشاعر والمدرب الإبداعي قاسم سعودي، شكرا لك على حضورك في الحقيقة وعلى هذه المعلومات، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح. الله يحفظكم. الله يحفظ. وشكرا لشجرة الشارقة العالية. الله يسلمك.